النهاردة بنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو سلطة القاضي في رفض توجيه اليمين الحاسمة من عدمها. الحقيقة في البداية بنوضح إن اليمين الحاسمة هي أحد طرق الإثبات، والخصم أو طالب توجيه اليمين، لأنها ممكن توجه من المدعي أو من المدعى عليه، أي من الخصوم في الدعوة، بيوجهها لما بيعوز الدليل لإثبات دعواه. اليمين الحاسمة هي عبارة عن احتكام من طالب توجيه اليمين إلى ضمير خصمه. هل أنت فعلا ذمتك مشغولة بالحق ده ولا ذمتك بريئة منه؟ هو ده الأساس في توجيه اليمين الحاسمة. اليمين الحاسمة ليها شروط معينة في البداية لازم نوضحها قبل ما نتكلم هل القاضي ليه سلطة إن هو يرفض توجيهها أو ملزم بيها زي ما الخصم طلب توجيهها للقاضي والقاضي تلقى منه طلب توجيه اليمين. في 4 شروط لازم يكونوا متوفرين عشان الخصم بداية يتقدم بطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى القاضي. يشترط في طلب توجيه اليمين إن هي تكون غير مخالفة للنظام العام أو الآداب. يعني ما ينفعش إن أنت توجه اليمين الحاسمة لخصمك عن وقعة بتشكل جريمة. ما يجوزش إن أنت توجه اليمين الحاسمة لخصمك حتى أثناء الدعوة الجنائية، حتى لو تعلق الأمر بالدعوة المدنية التبعية، لأن من شأن تحليل هو القاعدة العامة ما يجوزش توجيه اليمين الحاسمة بخصوص الجرائم. الدعوة المدنية التابعة للدعوة الجنائية ما يجوزش برضو إن أنت توجه اليمين الحاسمة فيها. ليه؟ لأن من شأن توجيهها إنه يتعلق بإثبات الجريمة بالتبعية، فهنا المشرع منحها ما يجوزش توجيه اليمين الحاسمة في الدعوة المدنية التابعة للدعوة الجنائية. ما يجوزش توجيه اليمين الحاسمة في المسائل اللي ما يجوزش التنازل عنها. المسائل اللي ما يجوزش فيها الصلح يبقى لا يجوز بالتبعية توجيه اليمين الحاسمة فيها. المسائل المتعلقة بالمرض، المسائل المتعلقة بالأهلية، اكتساب الجنسية، ما يجوزش توجيه اليمين الحاسمة في هذه المسائل لأنه لا يجوز الصلح فيها. دي حاجات متعلقة بالنظام العام، ما يجوزش إن حد يتنازل عن الأهلية بتاعته، ما يجوزش لحد إنه يعني زي ما احنا وضحنا المسائل التي لا يجوز الصلح فيها. لا يجوز إن يكون توجيه اليمين الحاسمة بيخالف قرينة قانونية قاطعة. يعني مثلا مبدا حجيه الاحكام المنصوص عليه بالماده 101 اثبات، ما يجوزش ان انت توجه اليمين الحاسمه عشان تتوصل بتوجيهك اليمين ان انت تنفي قرينه قانونيه قاطعه زي حجيه الاحكام، ودي متعلقه بالنظام العام تبقى نص الماده 101 اثبات. هي ما كانتش بمناسبه متعلقه بالنظام العام في قانون المرافعات السابق، لكن في قانون المرافعات الحالي والاثبات الحالي من سنه 68 بقت متعلقه بالنظام العام. يعني يجوز للمحكمه ان هي تعمل القرينه دي من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع بذلك احد من الخصوم. طيب الشرط الثاني، يجب ان تكون الواقعه اللي احنا بنوجه اليمين عنها متعلقه بشخص من وجهت اليه اليمين. يعني النزاع ما بين طرفين، واحد بيوجه اليمين والطرف الثاني هو اللي بيتم توجيه اليمين اليه بانه يحلف على الحق موضوع النزاع. يبقى ما يجوزش ان انت توجه كقاعده عامه ان انت توجه اليمين الحاسمه لخصم عشان يحلف عن حاجه ما تخصهوش، عن حاجه مش متعلقه بيه هو بمناسبه النزاع الموجه اليه. لكن ممكن ان بتوجه اليمين اللي هي يمين عدم العلم لخصم جوه القضيه، هنا يقدر ان هو يقول ان انا ما اعلمش حاجه عن الواقعه دي، اسمها يمين عدم العلم. دي نصت عليها الماده 115 اثبات، قالت صراحه ايه؟ يجب ان تكون الواقعه التي تنصب عليها اليمين متعلقه بشخص من وجهت اليه، فان كانت غير شخصيه له انصبت على مجرد علمه بها. دي الحاله العامه بتاعتها، ان هي بيكون بالنسبه للوارث اللي تلقى الحق عن مورثه. لو مثلا رفعت دعوه صحه توقيع وجم الورثه انكروا ان احنا ما نعلمش ان المورث بتاعنا ده وقع ولا لا، فهنا بيكتفى منهم بيمين عدم العلم ان انا ما اعلمش ان كانت ذمه المورث بتاعي ولا لا. ده طبعا ما بينفيش حق الطرف الثاني ان هو يلجا ان يثبت صحه التوقيع بتاعه المورث بتاعهم بطرق ثانيه اللي هو الطعن بالتزوير، لكن هنا يمين عدم العلم
دي صورة من الصور اللي بيحلف اللي هو من تلقى الحق عن صاحب الحق الأصلي إن هو ما يعلمش على مجرد الثبات أو القطع إن الواقعة صدرت من الغير أو عدم صدورها منه. الشرط الثالث في الواقعة إن هي تكون الواقعة اللي إحنا بنوجه اليمين عنها منتجة في الإثبات. يعني إيه؟ يعني منتجة في النزاع، يعني متعلقة بالواقعة اللي هي محل النزاع. واقعة متعلقة بتعويض أو بعمل غير مشروع، يبقى لازم إن اليمين يكون متعلق بيها، مش متعلق بواقعة تانية خارج عن الدعوة، مش الواقعة اللي هي محل الادعاء أو محل الطلب اللي إحنا بنتنازع عليها قدام المحكمة. ما يجوزش إن أنا أحلف الخصم على واقعة غير منتجة في النزاع، هنا مش هتفيد، فما يجوزش توجيه اليمين عنها، لازم إن الشرط ده يكون متوفر. دي مسألة واقع برضو القاضي بتاع الموضوع هو اللي بيقدر اللي بيطرح قدامه طلب توجيه اليمين إذا كانت اليمين هتبقى منتجة في النزاع ومتعلقة بالدعوة ولا مش متعلقة به. الشرط الأخير أن يكون موضوع اليمين حاسم في النزاع، يعني لازم اليمين يكون من شأن تحلفها أن النزاع نفسه هيتم حسمه، مش ان اليمين ممكن انه ما يحسمش النزاع. هنا ما يجوزش ان انا اوجه اليمين اذا لم يكن من شأن توجيهها حسم النزاع. طيب ممكن يصادف ان يكون النزاع نفسه فيه اكتر من واقعة، يبقى ممكن ان انا من حقي احلف خصمي على واقعة واحدة واحسم النزاع بشأنها وتزل باقي الوقائع اقدر اثبتها بطرق تانية، او بيكون معايا اكتر من واقعة معايا دليل يثبتها مش محتاج احلف خصم عليها، معايا دليل او مستند رسمي يثبتها، وواقعه ثانيه معيش فيها دليل، فالواقعه اللي معايا بيها دليل برتكن اليه، والواقعه الثانيه اللي معيش دليل بيها بوجه اليمين الحاسمه لخصمي عشان احلفه عليها توصلا لحسم النزاع، لان بيعوزني الدليل بالنسبه للواقعه اللي هي الاخيره. وهنا بنقول ان ما يجوزش يكون توجيه اليمين، توجيه اليمين الحاسمه لازم يكون منفرد لوحده مش مصحوب بطيب بطلب من المحكمه انها على سبيل الاحتياط اذا ما حلفش تجيزي لي ان انا اثبت بالاسباب البينه، ده هنا ما يجوزش. طيب دي شروط الواقعه محل توجيه اليمين. طب هنا نيجي بقى الموضوع بتاعنا، سلطه القاضي في قبول او رفض توجيه اليمين الحاسمه. الاصل ان اليمين الحاسمه زي ما قلنا ملك الخصوم، هم اللي بيطلبوا توجيهها او عدم توجيهها، لقى ان الدليل اعوزه وما فيش في ايده اي مستند او اي طريق تاني من طرق الاثبات يجي بايده او يتيح له ان هو يثبت دعواه، فبيحتكم في النهايه لذمه خصمه، خلاص ما فيش عندي غير اليمين الحاسمه وانا بحتكم لضمير خصمي وبوجه له اليمين. هنا القاضي كقاعدة عامة ملزم ان هو يقبل اليمين، لان دي الوسيلة الوحيدة في النهاية اللي بتبقى في ايد الخصم اللي هو بيطلب توجيه اليمين للخصم التاني. لكن الامر مش على اطلاقه، القاضي ليه ان هو يرفض توجيه اليمين الحاسمة في حالتين، الحالتين دول نص عليهم قانون الاثبات. الحالة الاولى اذا انتفى شرط من الشروط اللازمة لقبول توجيه اليمين الحاسمة، اللي هي الاربع شروط اللي احنا لسه قايلينهم. إذا انتفى أي شرط من الشروط دي الواقعة متعلقة بالنظام العام، مش منتجة في النزاع، مش من شأنها حسم النزاع، لم توجه اليمين إلى شخص الطرف الثاني نفسه مش متعلقة به أو بذمته، لا متعلقة بحد ثاني، هنا ما يجوز. يبقى هنا إذا القاضي لقى واحد من الأربع شروط دي اتخلف أو كلهم أو جزء منهم مش موجود، هنا القاضي بيرفض توجيه اليمين الحاسمة الى الطرف الثاني. ليه سلطه ان هو يرفض توجيهها؟ لانه اذا تخلف احد الشروط دي يبقى لن تكون حاسمه للنزاع، فبنرفض، القاضي يرفض توجيهها. طيب الحاله الثانيه اذا كان طلب توجيه اليمين الحاسمه تعسفيا، الحاله دي نصت عليها الماده 14 من قانون الاثبات الفقره الثانيه، نصت انه يجوز للقاضي ان يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها. هنا المشرع في النص ده زي ما احنا لسه شفناه قال اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها. هنا المشرع ما حددش ايه هو معيار التعسف، ترك الامر للسلطه التقديريه للقاضي هو اللي يشوف هل توجيه اليمين الحاسمه فيه تعسف ولا ما فيهوش تعسف. يبقى دي المشرع ما حددش، فخلى السلطه التقديريه للقاضي هو اللي يقدر ايه التعسف اللي فيها.
احكام القضاء استقرت على صور التعسف ان انت ممكن كان عندك وسيله ثانيه، لكن انت بترتكن لليمين الحاسمه، شايف ان الراجل اللي قدام منك متمسك بدينه وراجل متدين، بتهدف من توجيه اليمين ان انت تجيبه المحكمه تشهر بيه تطعن في ذمته. اذا القاضي استشف الكلام ده ظاهر من ثنايا الورق او من صيغه توجيه اليمين او من ظروف الدعوه ومن الحال بتاعها، هنا بيبقى في تعسف في طريقه توجيه اليمين، فليه القاضي ان هو يرفض توجيهها اذا بان له ان فيها تعسف. في تطبيقات لاحكام القضاء على التعسف في توجيه اليمين ممكن ان احنا نوضحها اللي عايز يستعين بيها، فيها احكام موضوع وفيها احكام نقط، مش كلها احكام نقط. إذا كان الحكم رفض توجيه اليمين بمقولة إن المعاملة بين الطرفين بالكتابة وطالب اليمين رجل قانون، يعني طالب توجيه اليمين كان رجل قانون يقدر المستندات في مسائل الحساب، فإنه يكون قد خالف القانون، إذ إن هذا الذي قاله ليس فيه ما يفيد إن طالب اليمين كان متعسفا في طلب توجيهه، يعني يكون إن أنا رجل قانون بوجه اليمين لخصمي وأنا عارف إن الإثبات دي مسائل حسابية، ما اعتبرش إن أنا متعسف في طلب توجيهه. إذ إن هذا الذي قاله ليس فيه ما يفيد إن طالب اليمين كان متعسفا في طلب توجيهه. دوا حكم نقض 30 مايو سنة 46 مجموعة عمر الجزء الخامس رقم 88 صفحة 186. عندنا حكم تاني، إذا قامت المحكمة حكمها بكادية اليمين على مجرد إن الوقائع عن مراد إثباتها منتفية بمحررات صادرة من طالب توجيه اليمين فهذا منها قصور في التثبيت، فإن كون الواقع المراد إثباتها باليمين تتعارض مع الكتابة لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية. ده نقض 10 أكتوبر سنة 46 برضو مجموعة عمر الجزء الخامس رقم 96 صفحة 92. عندنا حكم تاني بيقول أن الحكم الذي يؤسس قضاءه برفض طلب اليمين على ان الطرفين اعتاد التعامل بالكتابه وان طالب توجيهها قال ان خصمي اخذ المبالغ المراد الحلف عليها في غضون سنين طوال مما يجعل طلب اليمين غير جدي يكون مخالف للقانون لتاسيس قضائه على غير العسف في طلبها. هنا غني عن البيان في النهايه ان المحكمه هنا اذا تخلفت حاله من الحالات دي وبين القاضي يعني ان ما فيش تعسف في طلب توجيه اليمين، القاضي هنا بيجيب الخصم لطلب توجيه، لكن يظل للقاضي في النهايه ان ممكن تبقى الاعتبارات المهمه وسلطته التقديريه ان يعدل في صيغه توجيه اليمين، مش ان هو يرفضها زي الحالات اللي مرت اللي احنا قلنا عليها واتكلمنا فيها. نتمنى ان نكون قدرنا نوضح الصوره، وبالتوفيق باذن الله للجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.